فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورثنا أنا وإخواني قطعة أرض، وأردت أن أبيع حصتي منها، لكن إخوتي رفضوا توزيع الإرث بحجة أنهم لا يريدون أن أبيع حصتي على شخص غريب. يقول: الأرض زراعية وكبيرة، هل يجوز لهم ذلك؟ هذا يرجع به للمحكمة، ترجع للمحكمة والمحكمة تفصل بينكم، هذه خصومة بينك وبينهم، أن تريد القسمة وهم لا يريدونها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.